يا مرحبا ترحيبة ما لها قيس، ربعيها للوقفات وأهل الحمايا، ويشوش راسي في حضور السناعيس، ويشوش راسي في حضور الطنايا. الشيخ سلمان بن عقاب نهير، وحقيقة الشيخ السحلي والشيخ الزقاريط في حفر الباطن، والأخ سالم الحواس، وحقيقة والآن وفي الرياض حقيقة لا يمكن حصرهم، حيث أنه يذكر المؤرخون أنه كان النائب أو المساعد أو الذراع الأيمن لعمر المختار، كان شمريا أيضا، والكل حقيقة وثورة العشرين في العراق كانت بقيادة الشيخ ضار المحمود رحمه الله، وهو من شمر من زوبع، شيخ زوبع، وحقيقة أيضا حبيت شعلان أبو تشون وقال أنهم أصولهم تعود إلى شمر، فحقيقة يبدو وجاء أكمل المسيرة الشيخ حارث، ويبدو أن هذه العشيرة حقيقة أو هذه القبيلة تتوارث عملية لقيادة المقاومة للمحتل في ليس في المملكة فقط وإنما في جميع البلدان العربية. تحية شكر وتقدير لجميع من استضافني في زيارتي هذا، بدءا من حائل ومرورا بحفر الباطن وانتهاءا بالرياض واستمرارا بجدة ومكة والمدينة إن شاء الله. حقيقة أود أن أقدم لهم خالص شكري وتقديري واعتزازي، والحقيقة أنا هذا حقيقة مهما شكرت ومهما قدمت فلن أستطيع أن أقدم إلا القليل القليل اتجاه ما قدموه لي، وخصوصا منهم أخي وابن عمي الشيخ عبد العزيز أبو سليمان حفظه الله.